السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأتكلم على موضوع السحر بخادم والسحر دون خادم. السحر بخادم يكون من طرف فقيه يعني أو مشعوذ، فقيه مشعوذ أو مشعوذ أو ساحر أو ساحرة، يعني بترسمين بقصابين بعهدين مكتوب في ورقة، إما تدوب تترش وإما تدوب تشرب وإما تدوب تتعلق حسب الطبع ديالك. انت نار يديروك في النار، تراب يديروك في التراب، هواء يعلقوك في الشجر، ما يديروك في الماء. هذاك السحر تكون بخادم، لان تكون ذوك الاقسام ذوك العود، لان ذاك الخادم كالشهاب الثاقب خاصو يخدم هذيك العمليه. الا ما خدمهاش كاين اللي ما اكبر منه تعاقبوه وسجنوه، يقدروا يقتلوه ويهدوا بولاده، ولكن من الجن من يخطف ابناء الجن ويهدده اذا لم يقوم تلك العمليه ولم يحرس ذلك السحر ونفذ ما طلبوا منه. حتى انا التقيت مع احد الجن المسلمين، من سرق له الشياطين الجن أبناءه هددوه أن يقوم بتلك العملية، أن يحرس تلك الفتاة وأن يقوم بخدمة ذلك السحر وتمريض تلك الفتاة. المهم السحر بخادم يقول يكون بفقيه وبقصاب بعاد، والسحر بخادم يكون غير من طرف واحد المرأة تبغي تسحر هذا المرأة تسحر واحد الراجل، واحد الراجل تسحر هذا الراجل من داك الشيء محلي ويداوي من المزابيل من الواد الحار من كذا كذا كذا، السجن كسيد من العادة السهرية، الماء ديال الغسال، بول ديال الأعماق، حتى الزرقاء، حتى الحمراء، السالفة، الغالبة، الزامتة، الحاكمة، بحال هاد الأساليب هادي. تيجمعوا شي فشي تيزيدوا شي حوايج لداعي اللي كرهم، هذا تيكون دون خادم. هذا هو الفرع والسحر تيكون خادم، تيكون مولاه ملتي قدام في السحر تولي مولاه يتسرع يطيح تولي ينطق شويه، من تكون صاحب خادم ديال السحر تولي عاشق. هذا هو الفرق بين السحر الخادم والسحر دون خادم. ولا تنسوا الاشتراك والدعم والبارطاج، والسلام عليكم وصلى الله عليه وسلم على رسول الله.